دي الاهلي يا شريف، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام. عايزين نطمن طبعا منك يا شريف، وطمن كل جمهور النادي الاهلي على مران الفريق النهارده، والامور كانت ماشيه ازاي، واستعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني. التمرين كان في العشاء صباحا طبعا اسلام لمباراه سيمبا السبت القادم اللي اتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي فيها. كان في محاضرة تجي النهاردة قبل بداية التمرين كدهوت مع اللاعبين، مستر أسد كان بيوري اللعيبة طبعا فريق سيمبا، بيشوف نقطة الضعف والقوة في الفريق. يمكن شريف إكرامي نزل التمرين بدري شوية، عمل تمرينات منفردة شوية، عاوز يرجع نفسه بكل قوة، عاوز يكون جاهز. يمكن بعد محاضرة الفيديو كان في محاضرة في الملعب حوالي 5 دقائق، كان فيها رسالة مع اللاعبين عن أهمية المباراة، عن إغلاق الملف المحلي والتركيز فقط في مباراة سيمبا، تقديم عرض مشرف، كتقديم عرض يليق باسم النادي الأهلي، الحصول طبعا على الـ3 نقاط والفوز علشان النادي الأهلي يكمل في تصدره لهذه المجموعة. يمكن بعد المحاضرة كان في تدريب بدني وتخصص على الجول، ثم تقسيمة. يمكن كان في تمرينات او النهارده نزل في التمرين او اعلن جاهزته لهذه المباراه حسام عاشور طبعا، اللي يعني للناس كلها النهارده قبل نزوله في التمرين باريحيه شديده. كان موجود الشيخ وصالح جمعه ايضا شاركوا في المران بالكامل. كان في حضور للتمرين طبعا النهارده محمد محمود بعد رجوعه من المانيا، وقوبل بتحاب شديد جدا 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 من الجهاز الفني للاعبين، رفعت روحه المعنويه جدا. محمد محمود النهارده حاسس ان يعني كل تعب الاصابه كله النهارده في مقابله زمايله ليه النهارده، والجهاز الفني حاسس بفرحه شديده جدا. كان في جلسه النهارده مع شاركي مع ايمن اشرف، كريم نيدفيد، محمد شريف، اتكلم معاهم يمكن فتره طويله في الملعب. التعيين مستمر على الجانب الاخر، رمضان صبحي، مروان محسن، اسلام محارب، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، علي لطفي. يمكن تدريب النهارده محطه الاحمال يمكن عمل تمرين لحسين الشحات ومحمد هاني ومعلول، كان تدريب خفيف جدا اليوم عشان الاجهاد، وشارك ايضا في جزء برضه من تدريب الخفيف دوت صلاح محسن. على الجانب الاخر طبعا الكابتن طارق سليمان مع الحراس اكرامي والشناوي ومصطفى الشوبير اللي بيقدموا تمرين ولا اروع ولا اجمل. يمكن التمرين كله يدعو للتساؤل، التمرين كله ان كله مركز، كله عاوز باذن الله يكون يوم السبت في انتصار. المفروض ان الاهلي كان يسافر النهارده، ولكن طبعا تخريب لذكرى الشهداء بكره، قرر تاجيل السفر من النهارده، هيكون بكره باذن الله علشان خاطر بكره يبقى فيه ذكرى طبعا تخريب الشهداء باذن الله يكون كلهم في الجنه باذن الله. سيدنا امين اتفضل. طيب شريف، عايز اسالك عن حسام عاشور واحمد الشيخ، هل خلاص شاركوا في التدريبات الجماعيه ولا لسه قدامهم شويه؟ لا، في التمرين الجماعيه واعلنوا جاهزيتهم للمباراه. جاهزين للمباراه؟ ما طبعا احمد الشيخ مش مقيد افريقيا، كان حسام عاشور مش مقيد، بس ممكن اي النهارده طبعا لو الجهاز الفني بتاعه. رامي ربيع النهارده بيشارك في التقسيمه كلها ما شاء الله، واقف على رجليه كويس جدا، بيعلن جاهزيته. عمرو جمال المتالق بيعلن جاهزيته، فلو اي حد متأيد هيكون جاهز للمباراه. حسام عاشور جاهز، احمد الشيخ جاهز، يمكن يعني بجاهزيه 100% كمان، يعني مش مثلا مش بنسبه صغيره. صالح جمعه انا ما شاركش امبارح، بيشارك النهارده وبيتعلق في التمرين. خلاص، بشكرك. جاهز باذن الله لهذه المباراه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز شريف شعبان، رئيس قناه الاهلي والاهلي.